انزين بعدين صار؟ شيك ساكت؟ قاعد عد حنشك. شو حنشك؟ واحد لتني كف عليه عوالي حنشه حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حرام. وانا اللي اتذكر اللي اتذكره يعني بالضبط. ايه شنو؟ كانوا 18 19 1 20 ماني متذكر. ولا؟ اي والله. ناصر قال انا خساره يا خالد، كان اقول له احتزم، انا قلت احتزم. طاحوا فيني طراقات. شنو احتزم يعني يلبس حزام؟ ما شنو؟ ما ابي سالي ناصر. سالي ناصر شنو احتزم؟ انزين بعدين هو كله معلمني اياها لما انا اكلمه يقول لي احتزم احتزم، انا قلت له احتزم. طاحوا فيني طراقات انا. والله ما تستاهل اللي صار فيك. المهم اي فريق فاز فيكم الحين؟ اي فريق؟ هم 18 واحد احنا اثنين. رتوني طراقات بس ترى ما طوفتها يعني عباش طوفتها. قربي والله. الله وليك. أكل أكل عشان تنسى. آخ صديق ضرس انكسر من الاطراد؟ أيوة. قم قم أوديك المستشفى قم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ناصر. أشوفها فيك. ما خالف المشكلة أنا اللي فازع له. قال لي دقيقة وبجيك. طاحوا فيني أنا طق. لا تقول لي اختفى. اختفى أول ما خلصوا طقوني. قلت له وين رحت؟ أقول رحت أدور عصا. حسبي الله على بيشك يا ناصر. قلت له زين ليش ما جيت لحقتني؟ يقول ما لقيتها، اجيك ويدي فاضيه. شفت تعذر. يا الله حسبي الله على روحي. حسبي الله على روحي. شلون المرافجه اصلا؟ ما ادري شلون المرافجه. قضت عمري. اوكي اوكي. قضت عمري عمل بعمره. اخ. ولج حنيت مثل ما يحن حمام البيت. أنا رديت لعيونك، أنا رديت ولج حنيت مثل ما يحن حمام البيت. يا هلا يا مرحبا. بونسوار.
بونسوارين. كيفك؟ يا هلا الحمد لله. شو الأخبار؟ الحمد لله. وايد تأخرتي ليش؟ شو بدي أعمل يا حسن، كتير عجقة على الطريق، ما تتخيل قديه. عجقة؟ زحمة زحمة يعني. إيه الله يعطيك العافية. شو أخبارك؟ والله الحمد لله تمام. أنا ما ودي تأخرين وايد بالليل. ما شو بدنا نعمل؟ بس يلا بس عسى يبتي معاك السامبل والكتالوجات أكيد كله جبته، ما تعتلهم كله بالسيارة. اي أنا قايل لك بغير ورق الجدران هذا كله، بنشيل هذا ورق العنب اللي حاطينه ونحط ورق كذي فرايحي حلو. ها شوف كله ذوق واحد البيت، ترى كتير الألوان عتمة عتمة ومغمة والذوق عتيج، ذوق قديم. أنتوا بتقولوا مغمة مثلنا؟ مغمة مغمة كمان مو حلوة. تيب القامت تيب القامت كله منبدله ومنحط ألوان هيك فرايحية. أيوة ألوان حلوة، ألوان مائية. وين ورجم؟ ولا ايش قلت؟ قلت لك تكرم عينك على ذوقك كله بدنا نعمله. على ذوقك اي والله، على ذوقك انت والله. اوكي اي والله عاد على ذوقك. اي باش مهندسه مثل ما قلت لك 3 متر في 4 متر هني وهني على الطوفه هذه نبي الشلال. ها تكرم عينك. السقف طبعا احبانا النجوم اللي تتلامع، ها السقف كله نبي نجوم. تكرم عينك، قاعد تقول لك البنيه تكرم عينك. اي قاعد تهندس البيت لنا. صح؟ اي والله تهندس لك البيت الساعه 10 بالليل. ايش رايك تشاركينا دوام قلت لك دوام شتوي الحين عندهم؟ كان كثير عجقه بالطريق. لا حول ولا والله جاي عجقه كثير. ما انا عاجبتك العجقه. استريحي 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 شاركينا. اهدى يبا ايش فيك؟ تريدني اهدى حي منو؟ هذه مهندسه الديكور اللي مسوي لنا ديزاينات بالشاليه. لا والله. اي والله مهندسه الديكور حبيبتي تجي الساعه 10 بالليل. مو دواماتهم شتوي الحين، دوام شتوي يعطون مواعيد متاخره. هو قال لي تعي وانا قلت له تكرم عينك. تعا ولا تجي خطيه، يعني مصدقتك انا الحين؟ ها مسويت لي شو يعني انت؟ مين هيدي حسن؟ اوكي. مين افتكرتي بالله؟ من عبالك؟ فكرت امك. لا لا خالتي حبيبتي، انا خالتي خالتي اللي راح تلعبي تشوبي هسه. لا مو انا، هذا زكاروكج. يعني مرجيحه تمزح تمزح. المرجيحه اللي راح العب بيك لعب بيها. خلي كل شيء عرب بقطر حصه كلمك انا. تعالي لحظه لحظه ايش فيك يبا؟ وسع صدرك ذكري الله، ما كل الخير ترى، هذه كلها اوهام براسك. ايبا اوهام، لا توهمين، ما بقى احد ما طفشتي. لا بقى طباخه، لا مدبره منزل، 4 سكرتيرات انا مفنشهم سبتك، ما خليتي احد. ترى مو زين توهمين وايد توسوسين، هذا مرض جديد اسمه فوبيا من الجنس الناعم. لا والله مرضك اسمه الخيانه يا حسن، اسمه الخيانه مع الاسف. تعبي وحبي لك كله راح ضربت عرض الحيط. سنين وانا عدي لك، سنين وانا طوف لك، مره مرتين ثلاثه اسامح، بس تعبت يا اخي حس فيني، ولي يرحم والديك حس فيني، حس بتعبي حس بحبي لك. ما ينفع ما تتذكرني، ما تذكر حصه مختصر مفيد حسن، عشان خلص بعد ما تحمل مختصر مفيد بولي يسلمك. طلقني. ايش هالكلام يا حصة؟ كبري عقلك. تعبت بعد ما تحمل بولي يسلمك واخر عني. يا بنت الحلال واخر حرام عليك. حصة سمعي بس خليني اقول لك، دام معزمة خل نروح نشوف تقبر قلبي. جوال
حلوة. صباح الخير، شلونك؟ صباح النور. في شيء اللي متغير؟ لا، هذا انت نفس ما انت. كلش؟ مو مبين علي الحب؟ لا. زين خلي جانب. صباح الخير. صباح النور. راجعي وردي لي اياه. ان شاء الله. تمام؟ ان شاء الله. هاي. هاي. شلونك؟ زينة. منو انت يا عفوان؟ ما عرفتك وانت دلوعة. شنو في؟ ايش صاير؟ قولي. نصور ينن. مو ناصر المصيبة، نسور. لا 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 لا، مو منوزلش اللي عرفها. كملي كملي، ايش صار؟ تكلمنا؟ اي وسولفنا؟ لا 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 لا، رجاء حكي عدل، لاني ما اقدر استوعب بهالطريقة. ابي تفاصيل تفاصيل. زين خليني اجمع افكاري عشان اقدر اسولف، ممكن؟ هذا رفيجتي اللي اعرف هذه. نطري نطري امي ذاك. الو، هلا يمه. ماما لورا تعالي، انا بحاجتي ضروري. في مشكله كبيره بيننا يا ماما. لحظه، هدي هدي يمه هدي، قولي لي ايش صاير. بليز ماما، بعد ما اقدر، بعد ما اتحمل، حرام عليكم حسوا فيني. كوني سكري بسرعه. اي بس شنو بتخش؟ ايش قاعد يصير؟ شنو؟ بنتي قاعدة أقولك بعد ما أتحمل، أبوش ما يبطل مشاكله. مو من صدقك هالكلام يما، أنت تحبين أبوي طول عمرك تحبينه، شلون تقررين هالقرار؟ أوه يا لورا، خلاص عاد يما، الحين بقوم هيلك، ما ينفع كذي. يلا أوكي أوكي، نطريني. يلا باي باي. أنا لازم أمشي. شنو في؟ لازم أمشي. غلطي؟ إيه. بطلي لي الباب، ما أقدر أبطله. روحي لها روحي لها روحي لها. وانا شنو يعني؟ مو مكتوبة لي السعادة ولا شنو؟ هلا هلا يبا، الله يابك. هاي بشلونك؟ شلوني؟ زين ماشي حالي. لورا، ابيش تروحين تكلمين امك تشوفينها إذا تقدرين تخلينها. لا 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 لا، شكلك مسوي شيء يبا. ليكون تزوجت على أمي وأنا ما تزوجت. يبا مينون أنا أتزوج؟ من صدقك أنت؟ هي مرة واحدة يسويها الواحد ويتوب، بعدين المؤمن ما يلدغ مرتين. إيش فيك يبا؟ لا تقولين متزوج. هي الله يهديها، أظن إنها طلعت من طورها ودشت طور الميانين. وي إي والله، تنبر وراي وتنبش، ما أدري إيش سالفتها. قولي لها يبا كبرتي، صرتي مرة عودة، ديري بالك على بيتك، على نفسك، على عيالك. صح، ختفكر مستقبلكم. عدل كلامك يبا، خلاص أنا كلمة. إي والله إن شاء الله. كفو كفو، إيش فيها إيدك أنتي؟ إيدي يبا كنت قاعدة أسوق قاري وطحت. قاري؟ إيه؟ أنا أبو دارك مرة شكبرك تسوقين قاري؟ يبا رياضة، إيش فيك؟ أي رياضة؟ قايات يا تخلن حاش. أنا كلميها. هلا هلا بالزين، هلا بجميلة الجميلات، هلا بأحلى أم بالدنيا. قعدي قعدي وانت ساكتة قعدي. وي بسم الله الرحمن الرحيم، يا بشرت شي؟ ما شفيك؟ شفي عيدك؟ ها؟ شفي عيدك؟ لا يكون خالد غير أروح أكسرة تكسر. لا 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 يما، مو خالد، خالد أصلا ما يجرأ يمديدة علي. لا تحاتي، مو خالد. عيل شفيها؟ ماكو يما، كنت قاعدة أسوق قاري وطحت. والله طايحة من القاري، طايحة من السماء، طاقش طاقتها متعوشين، ما همني. يما ايش فيك اليوم؟ ممكن اعرف ايش فيك؟ ليش هالكثر معصبة؟ ايش صاير؟ ايش فيني؟ تسألين ايش فيني؟ ليش ابوش خلى عندي عقل؟ لا، والأتعس اخوك، الأتعس منه اخوك، المثقف المتعلم اللي دزيته يدرس بالخارج، اللي دللته وتعبت عليه. تدرين قبل شوي ايش يقول لي؟ يقول لي خيانات أبوي ليش نتيجة تقصيرك معاه. أنا قصرت معاكم بشيء؟ أنا دللتكم وتعبت عليكم، قصرت ويا واحد منكم؟ لا يما حشا، مو مقصرة بشيء. من قال مقصرة؟ بس بعدين يعني تعرفين أبوي وسوالفة، هو فيلة مطوفة 15 مرة، ما تبين تطوفين 16 يما؟
إلا 16، أصير بس 16 كلب انطوفته. لا خاني هالمرة غير. شنو يعني غيري؟ مو فاهمة ايش قاعدة تقولين. عنك لا فهمتيني لا ما هميتيني بالمرة، لا أنتي ولا أخوك ولا أبو، كلكم ما هميتوني. خلاص عاد يما ذكري يلا يما بيتش بس موضوع. بس بس يما السلام عليكم دكتور، شلونك؟ لا ما تحطين عينك بعينه، وجهك بارد، حمره حمره غامجه غامجه اي غامجه احلى. يلا الشعر اوكي؟ السلام عليكم دكتور، شلونك؟ لا لا تصيرين خفيفة روان، ثقلي 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 تصير حمرة. دوم 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 تأخرت دوم. مساء الخير يما. قصدك صباح الخير. صباح الخير. تتريقين وياي؟ لا يما متأخر على الدوام. عساني أفرح فيك يما إن شاء الله وأشوفك عروس إن شاء الله. سمعيني أبيك تصيرين ثقيلة، لا تصيرين خفيفة. خفيفة؟ تقعد تسمعيني يما؟ لا يا يما بالصدفة أنا مرة كان أسمع بس ما سمعت يعني وايد، خفيف على الخفيف. يعطيك العافية يلا أنا بروح الدوام. حافظك الله. هلا دكتور. هلا حبيبي. قولي حق الدكتور قولي له انا خلصت اللي قلته اللي قلت حق روان عنه. ان شاء الله. دكتور. اهلا اهلا اهلا. شلونك؟ انا زينه دكتور، شلونك؟ تسأليني منه؟ ايش حق الدكتور؟ انور انور بس انور. انور. زين قولي لي شنك الاربعاء بشوفك. خلاص الاربعاء. هذا؟ هذا يعني متى الأربعاء؟ باكر؟ ننام ونقوم. ننام ونقوم؟ نعم ننام ونقوم. يومين؟ يومين يومين. ماشي يلا تبي شيء؟ واو واو شنو هالطلعة الجميلة الأنيقة اليوم عازمتني وطلعة حلوة وكابتشينو في ورد وسويت حلو مثلك، ليش؟ شلي ليش ماما؟ نسينا ما كلينا يا ما وديتك أماكن حلوة وطلعتك صح ولا لا؟ وين؟ دعوة يا ما وديتك أماكن حلوة وينكو؟ كله أنا كله أنا اللي ألمكم وأجمعكم وحسسكم بجو الأسرة الحلو هذا، كله أنا مجابلتكم. ها؟ سكتي ها؟ ما عندك رد؟ لأن هذه الحقيقة المرة خاش مش طوال والقدلة وصلت لهناك. ماكو بس أنا، أنا اللي أجاب لكم، أنا اللي ألمكم، أنا اللي أضحي لكم، أنا اللي أخلق لكم جو أسري حلو. بس كل هذا تنسوه فجأة ولما أبوكم يأذيني ويطحني توقفون معاه؟ ما حد يوقف معاي. لا يا ماما حرام عليك، هذا الكلام قبل لما كنت صغيرة، كبرنا تزوجنا وقمت أحس بمشاعر المرأة إذا خانها زوجها. وانتي يا ماما ما تستاهلين، أبوي خانك 100 مرة وانتي ساكتة. لا والله يا ماما ما أستاهل، أول مرة تقولين كلمة صح، أبدا ما أستاهل. أنا اللي سويته مع أبوك وايد ما حد يسوي، صبرت عليه صبر ما له حدود، ضحيت لتضحيات وايد كبيرة، عمره ما رحبني ولا فكر فيني ولا حس فيني، لا شوفيني أضحك، لا شوفيني أنا فني وايد، لا شوفيني أنا أعدي وايد أشياء، بس أنا عندي قلب مكسور وحزين ما حد يحس فيني. وأولهم أبوك اللي عمره ما رحمني. تعرفين أنتي
شعور الإنسان اللي تحب الحب الأول حب أعمى. أنا ضحيت بكل شيء، ما فكرت بروحي، كان بس هو قدامي، لكن بعد كل هاي التضحيات خاني. إيش قصدك؟ أنا شريت له شاليه وخاني فيه. لا لا يما، تبين الصج وما تزعلين مني؟ أبوي ما يستحي على وجهه صراحة. لا عاد هو ما يستحي من زمان، ما يستحي من 20 سنة ما يستحي، بس مهم طلعينا من هذا الجو. ما أبي أنكد عليك، بس هو مهما يكون أب والمفروض يحترم ماما، ما عليه. سلام. سلام. سجلي، سمعتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك؟ توني داشه من البيت، انطر شوي. شو اللي سمعته؟ امك وابوك بيطلقون؟ ايه صح اللي سمعته. وش رايك انا بعد وياك نتطلق ونفتك من بعض عشان يصير الطلاق فول هاوس؟ ايش قلنا؟ ايش قلنا احنا؟ والله صراحه ماني مصدق. ولا انا مصدقه. ما ادري، احس ان عين ما صلت على النبي. شوفي هي عين بس مو ما صلت على النبي، عين ابوك الزايغه. عدال عدال يا اللي مقطع الوفا يا الوفي. ان شاء الله ان شاء الله يردون حق بعض، ان شاء الله يردون حق بعض. ان شاء الله يا رب. ليش احسش متضايقه؟ طول عمري كنت اشوف حب امي وابوي حب مثالي، نظرات اللي بعيونهم، الوفا، المشاعر الصادقه اللي بينهم، بس للاسف كل هذا طلع جد، لانه ما في ريال بهالدنيا وفي. كل الريايل ما يستحون على ويوهم، كلهم ما عندهم إخلاص ووفا، كلهم ما يحترمون، كل الريايل كذي. الله يسامح الريايل، الله يسامح الريايل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليه مو مبدلين الإضاءة يما؟ تعال تعال تعال. هلا. تعال، أنا لي كم يوم ما شفتك، تعال. هلا هلا بالغالية، هلا أمي، هلا والله. أنت علامة معطيني ظهرك. هلا، ها؟ إيش فيك؟ لف علي. هلا يما هلا، أقول لك وش هذا؟ وين وين؟ الزرع ليه مكانه هني؟ وين؟ آه ما شاء الله، اليوم محاشي. إيه محاشي. إيه مسوي محاشي من الزرع ولا من أنت وين؟ علامك إيش فيك؟ من غير أثاث الديكور اللي هني؟ أنت وش مسوي بوجهك؟ أنا مسوي عملية للخشم، كان عريض وضعفته حلو علي. متى سويت عملية؟ لا لا أضحك معك يما، بس اخوان الاكس المره شوي غشمرتهم ثقيله. طرحوك سووا فيك كذي؟ لا لا لا، هم غشمرتهم يا ليل الليل، غشمرتهم شوي ثقيله اي واضح واضح عليك. لسانهم شوي طويل ما عليها، وايدهم قويه والمطاعه حقتهم متعوره شوي، والصاعق يحرق يمه. والله زين يسوون فيك، بردوا وتشبدي وطلعوا حرتي. لا بالنهايه غش غشمره غشمره، بس عادي اقعد لان عندي أنا اقعد 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 وانا امك اقعد، انت مكسر وقاعد. شل ارفعوا بك خلوك كذي. يا ليل الليل، الظاهر ان الفقره الخامسه ضايعه. الفقره الخامسه
والله ان الله يحبك ويرحمك مني، ولا كنت بطقك طراق على اللي سويته فيني. فشلتني قدام الناس، لكن ابرك انهم سووا فيك كذي. خلاص يا يمه قلت لك غشمره ايش فيك انت؟ ما تحملين الغشمره يعني؟ وين واقفه يا يمه؟ انت نعميت، انا واقفه بمكاني هنيه. لا اي ما علي بس الدكتور ترى قال لي امورك سليمه وما فيك الا العافيه ان شاء الله. بس غريبه، ليه اليوم لابسه ازرق؟ لا انت الظاهر كثرة الضرب خلاك ما تشوف عدل، لحس مخك. ما علي. المهم انت وين تبي تروح الحين؟ كاشخ بروحك مكسر. انا بروح الديوانيه عند الربع، قالوا لي تعال نبي نشوف شكلك الجديد. شوفون شكلك الجديد؟ تبين شيء؟ لا روح، الله يسهل دربك، بس دري بالك لا تندبغ مره ثانيه. ما شاء الله اخ اله الا الله. يلا فما الله. وينك يا عدنان؟ كل هذا بالجمعية؟ وهاي طولت؟ لا ماي داد. هلا يبا. عسى جبت اللستة كلها اللي سجلتها لك. جبت كل شيء، لا تحاسي. ما نسيت شيء، كل أغراض؟ تعبت والله بسعت. زين شايف أشوف. للحين حتى في أغراض بالسيارة ما نزلتها. وهي هذا دياي كنا. دياي يبا. إيه ما شاء الله، وصحون وماي. إيه يبا جبت كل شيء حتى ملابس جبتها. زين شنو هذا؟ وين عيل اللي وصيتك فول قايل لك انا وتونه وجبن؟ وين هذا كله؟ والله يبا فورجت. فورجت هذا كل اللي انا طالبه مو جايبه، هذا جيمر جبت خبز معاه؟ نسيت يا يبا والله نسيت، انا راح شلون راح عن بالي. يلا احد يجيب جيمر ما يبي خبز ويا شنو انا اكل هذا الحين؟ هالاكل هذا كله شلون اكله؟ يا يبا الخبز كله كارب. اي كارب الله يهديك عدنان، انت ما تعرف تربط الاشياء بمخك الله يهديك. حسي اسحاق قال لي كارب، فقلت لك كارب. انت اي شيء يقول لك يا اسحاق ما عليك منه، ايش فيك؟ سبرايز. شنو سبرايز؟ خير بشر. ما قلت لك؟ لا. ميشيغان دقوا علي. ميشيغان بامريكا؟ لا. ها؟ يو اس اي. اي يو اس اي صح، انت غير عندك يو اس اي عن امريكا غير. وقالوا لي وجودك مهم ولازم تجي هالويك هذا ليكون الجامعه. يبا لا يو اس اي. اي ادري يو اس اي، قالوا وجودك مهم، ايش يبون فيك يعني؟ لا والدكتور داني اصر علي ان اي هالويك هذا، وقال لي لازم 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 تجي يعني. والوضع هذا ترى كله تمبرري على فكره. شنو تمبرلي؟ تمبرري يبا. تمبرلي زين ما شاء الله. تقولي ماكو رومانسية؟ الرومانسية تسبح بالأرض، أغرقك رومانسية. إيش رأيك؟ حصة؟ أفا أنا مشتاق وحالتي حالة، نتفت الورد كله ما عليه بترضى. الكبك احنا سويناه تحاليل مرتين، فمحتاجين ان احنا نسوي له ثالث مره. انا مالي شغل، سويته هاي المره الثانيه حقه زين، هذا رجع سوي له مره ثانيه. تمام. اوه هذه فاطمه شلونك؟ هلا والله. شو اخبارك؟ خير مسوي تمام ان شاء الله. المهم تبي شيء كلمني. ها اوكي. يا سلام. تعرفتي عليه؟ منو؟ دكتور انور. منو بعد؟ تعرفت عليه. وانا احس انه هو بينسيك عدنان. صح تحس اني انا راح انسى عدنان من غير مساعده احد يعني؟ لا عاد سمعيني. سمعي كلام صديقتك، انت حسبالك ان انا دكتوره بس بالطب؟ لا حبيبتي، انا دكتوره بالطب والحب بعد. ما شاء الله شلون؟
أنا قلت شلون؟ أنتي وعدنان أساساً حبكم ما كان في شغف. ما في شنو؟ شغف. شغف؟ ممكن تقولي لي شنو يعني شغف؟ أنا أتوقع أن أنتي الحين حاسة بالشغف هذا. الحين حاسة بالشغف هذا؟ أنتي أول شيء ترى والج. أول شيء خلينا بالشغف والحب واللوية هذه كلها. أنت سويتي؟ ما سويت شيء. أمس كان آخر يوم دوام، واليوم جيت عشان أشوف لي أوقع لي شوية أوراق وأمشي. زين ليش وجهك حزين؟ عشان أنا ما راح أشوفك بعد. زين بما إني ما راح أشوفك بالموضوع في شغف وحب، إيش رأيك ناخذ 5 دقايق مع بعض ونشرب قهوة نسولف عن الشغف والحب؟ خليني بس أشيك على المريض ونلتقي بالكافيتيريا. أوكي. ألو. ألو، صباح الخير. خير ولا شيء، كنت بسألك شو اللي بيني وبينك؟ الحين تدق علي ومقعدتني من النوم علشان تقولي شو اللي بيني وبينك؟ بس كنت بعرف روان، واللي عافيك روحي عني الحين وخليني أنام. أوكي، باي. أخي سبحان، مغير الأحوال من حالي لحال. ها أنا كنت وين؟ أنا كنت بمجابل السيايير، المجابل الحلال والاهتمام بالسيايير والمجاول عزك الله بالبتابل. أنا وين؟ والحين وين صرت؟ أنا من كان يتخيل أني بصير تاجر بالمجوهرات والألماس والسوالف هذه؟ ها صح، يعني والله على قولة المثل اخواننا يقولون فلوس تن 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 ترن تزلك تجيبك تسيبك توطي تعلي. والله العظيم يصيبك يصيبك. اي والله صح. اي والله. ناصر شنو هذا؟ ناصر وشو؟ ليش لاف الموديلات اللي داخل؟ شيش انت؟ هذا عنصر المفاجأة، شعلمك انت؟ لازم الزبون يجي يتعنه داخل عشان يشوف تصاميم المجوهرات وشون صايرة. طلع الزبون، هذا اسمه ماركتينج، اعرف الماركتينج. وقف الزبون هني طالع كذي قال هذا وش هذا؟ قفل الماس. ايوه. دخل دخل دخل، اول ما يدخل نسكر الباب عليه. هذا وش يسمونه؟ هذا يسمونه شغلنا عنده حاسه اللقافه. لا ناصر لا، تعبانه على التصاميم وحالتي حاله وراسمتهم عشان تقلبهم لداخل. لا اسمعي يا بنت الحلال، انا متعلم هذه من 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 ايام الفخه، طريقه الفخه معروفه. انا كنت اجيب الغبي ونحطه بالفخه ويجي الطير، من يطب على المخ على الغبي تسكر عليه الشنداخه. هذاك الطير، احنا نبي زبون. اوكي، انا ابي زبايني بليز. كيف والله انت الخسرانة؟ انا درست ماركتينج وانا عارف الامور هذه، انت بتخربين الشغل كله. كيف جبت الهلال؟ انا مالي شغل. عطني 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 هذا بليز، عطني هذيلي. خلها وش هذا؟ خلها صفهم. تراجي التراجي والسوارة ما عليك امر. وصي وصي، قولي له يحط باله على نفسه، جاب لدروسه. ها ترى يسمع منك. هاي ماي، شلونك؟ الحمد لله انا بخير ماما. هاي باي، ان شاء الله بخير. شو اخبارك؟ بخير بخير حبيبي، عسى الله يوفقك. امين يا رب. يما شوفي، ترى انا ما راح اروح اذا انت كذي متضايقه ولا زعلانه. لا ماما الحمد لله انا زينه، والدكتور طمني قال لي ما في شيء، وشوفنا يا حلونا انا وابوك كنا البخت. صدق والله حصه؟ اي طبعا. ايه. اكيد يعني انا ازعل منك، بس قلبي ما يقدر يزعل عليك، شو اسوي؟ ادري والله عرفك، ما تطولين، ما هون عليك. عيل انا استاذن. روح ماما، روح ورد لنا بالشهاده، وانا وابوك وايد فخورين فيك. شوفنا انا وابوك ما فينا الا العافيه الحمد لله. ان شاء الله دوم. عيل انا استاذن،
خليكم. اوكي حبيبي انت، ولا تنسى كمل كل ملابسك. اوكي دونت وري دونت وري. اوكي باي باي باي. موفق. اي لاف يو نادا، اي لاف يو. باي 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 قلبي. باي مع الله. باي مامي. يا بعد عمري يا حصة، ادري فيك ما هون عليك. وخر عني وخر. ولا كلمة حسن. شوف مسموح لك تكلمني قدام عيالك، بس غير كذي لا. اي شيء تبي تقول لهيلين هي تقول لي. حتى وانا وياك قاعدين بنفس المكان؟ اي نعم. ما يصير. لا يصير وخر، لا عود رومانسي يعني يكون. اي هذه اللي ما تدري شو تحط لها والطيب. اكو مثلك لي حكى الكل اسمع، القى مثلك لا نظرني، اه نظرني واتبع. اكو مثلك لا حكى الكل اسمع، القى مثلك لا نظرني، اه نظرني يا نظر عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك؟ ليش تخرعني؟ انت من وين داش؟ من الدريشه؟ ما سمع صوت الباب. ليش ادش من الدريشه؟ زاوي داش من الباب عادي. خالد خرعتني صج. شو المواهب؟ مره طباخه، مره تغنين، مره احلى وحده بهالديره وتواليها وياك. قاعد تغنين عني صح؟ نعم. انت قلتي اكو مثلك. لا لا مو انت، مو انت كلش. انا ممكن اغني حق اي احد بالدنيا وعن اي احد بالدنيا الا انت، لان ابي ادور لحظه حلوه معاك اسيفها عندي بالميموري اتذكرها. ماكو، كلها ضيم بضيم. بس شو اسوي شو اسوي؟ قالوها الاولين ضلي راجل ولا ضلي حيطه. والله الشرها مو عليك يا ام حيطه، الشرها علي انا. عيل له صوتك اللي حلو، صوتك نشاز ولوع الكبد ويقوم الميت من قبره. وطباخك يلوع الكبد، عبالك القصار انت هني. وفوق هذا كله اذكر وحده بالديره، فماكو فايده فيك. اطلع اطلع من اطلع من المطبخ اطلع. اشوف اشوف بعدين، تعال اكل من طباخي. اوكي